ومهما قلبتي عليا راه انت كتحفري، راه دوك الحفاري كلهم غطيحي فيهم ان شاء الله باذن الله. بان صباحكم مبروك، صباحكم بالتسير والرزق يا اختي، صباحكم مبروك. كنوجد يا اختي نفطر الفطير ديالي يا اختي، اضربي كاع هاد الباكيطه بنت الغربه، غناكل كاع هاد الباكيطه الاحبه، عندي بزاف الجري غادي نخرج ان شاء الله. داكشي اللي غادي نديرو اليوم راني غنشاركو معاكم. ايوا ما ديوش على هاد الروينه، دابا البريد اتي هو عامر. انا لما فطرتش باتاي الاحبان ما كيدوزش عندي النهار زوين، انا اتاي هو باش كيدوز ليا نهاري زوين. صباح الخير، صباحكم مبروك، مرحبا بكم معايا في هذا النهار، غبرت عليكم. ايوا خليوها على سيدي ربي وصافي. والاحبان عتقوني، عرفتي البرد كي داير راه خطير. دابا هاد الجاكيطه هادي سخونه، ما نكذب على راسي، غير انا غنصحكم ما تشريوش هاد القميجه اللي شريت، هي راه دايره بحال القميجه ولكن جاكيطه ومغلفه. ما تشريوش هاد القميجه اللي تزرفت فيها انا ديال بلوند بير ياك، وشوفوا كي ولات بحال الزباله. ها وياكم تقولبوا في هادي، وياكم شريتها ب 40 الاورو وراها خايبه، الزبل 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 الزبل. هادي غير واحد شنو اللي لبسها في الدار لانها ولات بحال الزباله، وباقي يلاه تبنات الصبينه الاولى عندك وتقولبوا تاخذوها. المهم انا غادي طرقونا ان شاء الله وهانتوما معايا الاحبان ديالي. كتقولوا لي فين غبرتي وشنو هذا الشيء، ما بقيتيش تحطي فيديوهات؟ والله ما كان سالي، راني مشغوله بزاف بزاف بزاف، وتلاقيت مع شي ناس ديجا راه كنت قلتها في اللايف ديالي. الاحبان ما تنساوش الانستغرام ديالي، راه مره كندير فيه اللايفات ان شاء الله. اي حاجه راه انا كنكون ديما في الانستغرام، واي حاجه فين مشيت فين جيت ولا شي حاجه تاع الضحك كلشي كنديرو في انستغرام، وكندير لايفات حتى في فيسبوك ديالي. واللي بغيت نقول لكم مشغوله بزاف هاد الايامات، انا راه غادي نسافر لواحد البلاد. قالوا لي اختي راه كلها متلجه متلجه، قالوا لي جيبي ما تلبسي وخرج نتقدى حويجات. صراحه راه كاينه الرباخه ولكن ما كاينش على ما تحطي يدك، راه ما كاينش شي حوايج زوينين زعما شي حاجه اللي واو. ودابا المشكله مشيت للبريمارك لقيت فيه جاكيطات ولكن حتى حاجه ما جات قدي. المهم بعدا خليونا في هاد المكازا بعدا تاع الصبابط، بعدا تاع تاع الصبابط. المهم راني باقا في الزنقه وكنسجل لكم الصوت. المهم دخلت هنا لهاد المكازا تاع الصبابط اللي كتعرفوا في طراغونا، فيها صبيبطات واعرين. خديت هاد الدندول الكحل هذا، خو هذا هو في الكحل ولكن سامبل ما فيهش ديك الصوفه من اللور. المشكل اللي تلقى ما تلقاش رجلي، تلقى الصبابط واعرين ورخاصين واثمنه زوينه ولكن رجلي ما كنلقاهاش نهائيا. وهذا اللي وريتكم دابا، انا ما كنقدش على هذا الطالو ما نكذبش عليكم، هو زوين تاع الترجو ديال البرد ولكن انا ما كنقدرش ما كيعجبنيش بحال هادشي تاع داكشي تاع الطالو هكاك عالي بزاف قوه البلاستيك بلا فايده. انا كيعجبني داكشي يكون بلا يعني بلا تجي داكشي واعر في والاحبان. بوناس طارديس وليا العشيه هادي. السلام عليكم، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده، كتوحشوني ياك. هاي هاي هاي. المهم غنبدا لكم فيديو ديالي من هنا. راه انا جيت لطراغونه خديت بعدا واحد الصباط نتاع البرد، داك اللي كيقول لي دا بدوب ولا دا مدوب ولا دا ندون، خديته ب 10 اورو، كان تبارك الله ب 40 ورجع ب 20 ورجع ب 15 وخديته ب 10 اورو. دابا نوري لكم كحل فن، عرفتي مع التقيش راسي يا سلام سلم. دابا راني هابطه لايروسكين ناخذ الى لقيت شي جاكيطه وشي حاجه، راني كنوجد لواحد السفيره ان شاء الله، مسافره لواحد البلاد اللي قالوا لي الثلج مغلف الدنيا، يعني جيبي ما تلبسي، لبسي فوق جهدك، لبسي جوج جواكات، لبسي جوج ليبوطات، لبسي. المهم البلاد اللي انا غادي نمشي لها ان شاء الله الا كتاب انا كنوجد الامور ان شاء الله. داكشي اللي كان راه غادي نشاركو معكم. قالوا لي شري لها شي جاكيطه تكون غليظه وجيبي حوايج البرد بمعنى الكلمه. غنشري حتى شي جوج طاقيات ولا ثلاثه ان شاء الله. دابا غنوصل ايروسك ان شاء الله وهانتوما معايا، وهنا راه خديت دابدو دابدو. ان شاء الله نوصل داكشي اللي كان غنوريه لكم. كما كتعرفوا في المجازات كتكون الموسيقى، ديك الساعه غادي نصور لكم ونشرح لكم كل حاجه كيفاش. وزعما مع هاد الشيلان رقاقين وعرفتي البرد كيصنقعني كيصنقعني النيت. يلا الاحبه نجيبوا شي دويره وانتم معايا، دايره بحال شي شمكان وحق الله الا بحال الشمكان، دايره بحال شي عزري ديال الدوار، عرفتي عزري الدوار والله الا عزريتها الدواره. فين اخويا
ومن قبيله نتلاقات المتتبعين والحمد لله. المهم ندخل ان شاء الله ليروسكي وهانتوما معايا. ديما تنقولها لكم وغنعاود نقول لكم بان الريوش ما فيه ما يتشرى، يعني اللي بغى يتكسى هو طاراغونا. طاراغونا يكذب عليك الكاذب، هي كتلقاي فيها اللي بغيتي. صافي ندخل ان شاء الله ليروسكي وهانتوما معايا. وشوفي لي كاد بنت الغربه حتى هي واساهله، غدا غير كنقلب على الحوايج تاع البراش. هاد الكابيتشويات زوينين الاحبه، سخونين وكلشي وثمن واعر، ولكن ديك قوه الرسوم ما عجبتنيش. واخا قالت لي الاخت ديالي راه جاوك زوينين صراحه، ما ماشي زعما مستورين 100% صراحه، كيجيو شويه قصارين يعني الا حركتي غيدك كيطلعوا، وماشي شي سولد نيت نيت. كتعرفي اختي حنا العيالات داكشي كيعجبنا يكون رخيص، كتكون ديك اللعبه تاع الزرده والهوته كما تنقولوا، يعني كتلقاي شي حاجه بواحد الثمن بسيط. اما هادو راه كانوا دايرين 25 ورجعوهم ب 16 الاورو، يعني ما نقصوش فيهم شي حاجه شي حاجه. لا لا اختي الواحد هو اللي لقى شي زرده، يلا كاينه شي زرده مرحبا، لا ما كاين ما عندنا ما نديرو بها. ايوا تهنيتو مني شو شحال كنهضر بحال صارت كاسيطه. ايوا المهم الاحبه عجبوني هادو فنين، وهاد الحمر هذا ولكن هادشي معيق بزاف. واختي انا ماشي كبيره وماشي صغيره ونعاود ماشي شارفه وماشي صغيره، ويني جاني هادشي كما قالوا خوتنا الفرنساويين سي تخو سي تخو. قالت لي الاخت ديالي جاك زوين، قلت لها لا ما عجبونيش، يعني كابيتشو خاصو يكون طويل حتى لتحت مستور ولا بلاش. ومشيت لزارة عجبوني التريكوات، ولكن الزغب ديالو كيلصق لك في الرمج العينين يا اختي. باش تعرفي الكلاخ كي داير، كتزقرمي تزقرمي في الاخر كتمشي تشربي القهوه. انا لما شربت القهوه نمشي فيها كفته، انا هاد القهوه عندي بحال القاروره، حتى هي بحال بحال القاروره فيها النيكوتين. ومن بعد مشيت للبريمارك حمقوني هاد الجواك تاع الاحبان، ولكن اختي ما تلقاش قدي. انا راه بحال داك فرخ العش، وانا راه هو فرخ العش، ما انا غليظه ما انا طويله. كون عرفتي انا كنت صدم، كنت لقى واحد السيده وكنت صدم. الا كنتي كتشوفيني انت راكي عارفاني وانا عارفك. الا كنتي كتشوفيني دابا وغتشوفي هاد الفيديو، فانا بغيت نقول لك غتموتي بالسم ديالك ان شاء الله باذن الله. مهما حفرتي ليا ومهما قلبتي عليا ربي غيخلصك عقربه مع راساتك. هذه واحد خيتي كتكون قريبه لجداتي، شدات معايا واحد ضد ما كنعرفها، ما كتعرفني ما عندي معاها والو. فين ما كتلاقاني واحد عرفتي ما نعاود لكمش، واحد الحقد والكميه ديال السم اللي عندها في العينين ما نعاود لكمش. اقسم بالله كون ما كنتيش كتموتي من جهتي وما عرفتينيش واعره عليك ما غديريش معايا بحال هكايا. هاهي ها بنت عمي باش نفهمك، مهما حفرتي ليا ومهما قلبتي عليا راه انتي كتحفري، راه دوك الحفاري كلهم غطيحي فيهم ان شاء الله باذن الله. انا واعره عليك، ما كان ادي حد، ما كان جبد حد، خدامه على راسي، معاونه راسي، معاونه والديا، لقيت شي حد قديت نعاونو حتى نعاونو في سبيل الله. ما عندك مدي من عندي باش نقول لك عقربه. واش من عقربه دايره واحد خيتي عرفتي راه كون قالوا ليها قتليها راه غادي ديرني في الطحان وطحني، وما كنعرفهاش ما عندي معاها والو من قبل، ما عمر كان بيني وبينها الهضره مثلا وكدا ولا والو والو، ما عندي معاها والو، ما نعرفها ما تعرفني. وعرفتي كتحفر هي النيت وكيقولوا لي وداكشي، ولكن انا ما مسوقاش، ولكن فاش نتلاقى تنتاكد وتنعرفها مزيان بشحال كتكرهني. هادشي اللي كاين احبه. انا عرفتي راه من الصباح وانا ندور، بقات لي غير شي جاكيطه ناخذها صافي ونمشي بحالاتي. راكم عارفين دابا راني كنوجد للسفيره ان شاء الله، غادي نتحرك في هاد الايامات هادي. خديت واحد الكولون دوك اللي كيتلبسوا تحت السراول، خديت تقيشرات، خديت واحد الطاقيه، بقاو لي دابا غير الليكات وشي جاكيطه وشي كاشكول صغير. ما تنقدش انا ندير دوك الكاشكولات الكبارين بحال دايره شي كاشه فوق ظهرك، انا ما تنقدش، خاصني شي كاشكول صغير وخفيف شي جويكيطه وغادي نمشي بحالي. فسميتو في ايروسكي خلطتو كامل ما كاين والو. دابا غنطلع كورتين انجليش لحقاش كيعجبني، غتلقاي فيه شي بياس زوين وثمن مناسب. صافي ان شاء الله نطلع للكورتين انجليش، شو انتم معايا. وهنا الاحبه راني دخلت للكورتين انجليش، كورتي انجليش لونجلي يا اختي، فيه جواكط واعرين. عاوتاني غنقول لكم شنو المشكل اللي عندي مع الجاكيطه، الجاكيطه قد ما كانت غليظه وقد ما كانت طويله ما تنقدش نلبسها، كتافي ما تيهزوش ليا الثقل. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، انا الجاكيطه تعجبني تكون خفيفه وتكون سخونه. تبارك الله عرفتي الحوايج نتاع الرجال في كورتين انجليش والله الا بطاطا،
السروال كان تيدير ب 80 داير ب 30 الاورو 25 الدراري. الحوايج راه الطوب ديال الطوب في كورتي انجلش راه داك الشيء فابور ارخال، لا غير اللي ما بغى يلبس كابيتشويات والجواكط والسراول ودوك الكولونات اللي كيتلبسوا من التحت. والله الا تصدمت زعما الدراري غير اللي ما بغى يشري دابا حويجات نتاع البرد. الانسان تيشري حويجات وتيخبيهم يلبسهم هاد البرد، ولا طول ربي العمر يلبسهم البرد الجاي. صافي مشيت للجهه تاع الجواكت نتاع العيالات وما لقيت اختي حتى جاكيطه اللي تجي عليا. شوفوا ما نقول لكمش غاليين، كاينين اثمنه زوينين، الجاكيطه دايره ب 40 الاورو. رانا نتوما غتشوفوا الجاكيطه اللي غناخذ في هذه اللحظه هذه اللي انا كندوي معكم، ها نتوما غتشوفوا الجاكيطه اللي غناخذ دابا. انا المشكل عندي ما تلقاش طايه، الام كتجيني كبيره والاس كتجيني صغيره والال كتجيني كبيره، يعني عندي مشكل انا في الجواكط. دابا ما فهمتش انا ودي بحال الدبانه وبحال البقره وبحال الفروج، ما فهمتش انا شاد لاطاي عندي ما كيتفهم لياش، ما كنلقاش لاطاي ديالي كاع نهائي. كنت لابسه واحد الجاكيطه بحال هذه في الخضر لدرجه عقلوا عليا الناس بها في الزنقه. دابا واخا لقيت الجاكيطه فابور ما غناخدهاش، عجبتني الزرقاء ديالها ولكن ما لقيتش الطايه ديالي. وهذا المونطو عاوتاني حتى هو زوين، وان اختي صافي تدعرت بالمونطويات، كلشي كيقول لي راه كتلبسي اللباس الحماق وهذه، واش نتوما حشومه عليكم كتعيروا الانسان بالحماق؟ شحال كتخربقوا راه كديو الذنوب. انا كنلبس داكشي تاع الموضه، داكشي كيلبسو الناس كنلبسو انا. وهاد الجاكيطه حمقاتني وسطاتني ودات ليا العقل. احبا ها هو عاد جا الطوب، بس انا عاد غنمشي ناري شنو دوزت اليوم على هذاك الشادي. شوفوا يديا، شوفوا يديا كيدايرين، شو غير باش نجبد لاكارط والله ما قديت نجبدها. واللبن اليوم كنجرب الصيفوك في كرشي، شحال كيجري يا اختي، عرفتي راسي تقلب كيطير كيطير. هذا اخر طوبيس ركبت فيه مع 9:30 اختي، هاد طاراكونه كانت هي اليوم ربي سير ما كنت غنطير. سبحان الله كدير لك النهار طاراكونه، عرفتي من الوحده وانا في طاراكونه دابا جيت مع 9:30 يا احبان. انا غاديه دابا بحال حتى للدار، انا هبط ان شاء الله ونجاوب واحد الاخوات سولوني على بالنسبه للوراق وسميتو، انا غادي نهبط ان شاء الله ونقول لكم. كننسى ولا وليت كننسى كل شيء، ما بقيت نعقل حتى على حاجه الا الماكله. يا خويا سيدي ما فيا الجوع، كنقصي وكنعقل على الماكله من داز. يا خويا انا عاد هبطت من الطوبيس، عرفتي والله الا جايبه غير هذاك الشيء طايب الحوت غير نسخنو صافي وناكلو، ما كان ليا حتى حاجه نهار كامل. الماكله الزنقه ما بقيتش كنحمل فيها شعره، ما بقيتش نحملها، ماكدو خايب كلشي خايب، يا ربي يسمح لنا. كتاكلي داك الشيء وكتحسي براسك ماشي نورمال. بزاف ديال الاخوات سولوني على شامبان ديال كيراستاس، قالوا لي فدوى كيفاش داير. والله اخواتاتي انا ما نحلف ليكمش، انا ما نحلف ليكمش صاحبتي، كندير لهم الاشهار باطل. الا هذاك شامبان خطير ولكن انا ما غنعاودش نشري، ما غنعاودش نشري اخواتاتي. عرفتوا علاش؟ شامبان ديال كيراستاس واعر، جربت كاع شامبانات، شامبان خطير. عرفتي ملا صوبتي شعرك الا غسلتي به ودرتي بروشينغ دير بحال اللي كديري سميتو، دير بحال اللي كديري الترطيبه، بحال اللي كتكوني دايره الكيراتين سبحان الله العظيم. ولكن انا ما غنعاودش نشري، علاش ما غنعاودش نشري؟ انا ما غنعاودش نشري اخواتاتي لانه غالي بزاف، يعني غالي واحد الثمن راه صعيب صعيب صعيب. والقرعه صغيره ماشي كبيره، ولكن لا كاينه فيه القرعه كبيره، كاينه قرعه كبيره دايره ب 40 الاورو، وكاينه داك الماسك ديالو هو اللي خايب هو اللي غالي ود الحرام شي كدا و 30 داير. المهم شابان د كيراستاس واعر، سولتني واحد الاخت بغات تاخذو بخصوص هذاك اللي خديت انا ابيض وعندو الغلاقه في الليموني، هذا كيصلح للشعر المصبوغ اللي فيه ليميش وناشف. خاصك تسولي على شنو الشعر ديال كيفاش داير باش هي تعطيك شنو اللي غيناسبك. انا عطاتني هذاك لحقاش عندي ليميش، عندي ليميش وشعري ناشف ليا شويه، هذاك الشيء علاش عطاتني هذاك اللون اللي شاركت معاكم. وواحد الاخت عاوتاني سولتني تنقول دابا نجاوبها في شي فيديو تنسى، قالت لي فدوى شنو طلبوا لك في الوراق؟ طلبوا لي جوج تصويرات وطلبوا لي الباسبور وطلبوا لي شهاده السكنه جديده حاليا، جبديها لهم دابا فين كتسكني وسميتو، والتصويره ما يكونوش مخبعين فيها ودنيك، يعني يكونوا ودنيك مقلشين. والمهم طاح عليا الظلام وراني غدا بحالاتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو الجاي ان شاء الله غنقول لكم شنو غادي ندير، فين غنمشي، شنو شريت، دوك الحويجات اللي خديت وكذا باش يقضني الوقت. يلا كتعرفوا تعوموا، يلا تلاحوا. الله يحفظكم ليا.